السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ممكن النساء ينبتوا الحلبة، هما يعني يرطبوها بالماء ويسدوا عليها في شي اناء حتى تخرج هذاك الجنين ديالها، كتخرج واحد النبتة، كاين واحد الجذر ابيض كبير، ثم كتخرج واحد الجريقات خضر. هذاك هو الطور اللي كتكال فيه الحلبة، كيكون اوج تركيز ديال المكونات ديال الحلبة في هذاك الطور ديال الانبات ديال الحلبة ديالها، كيولي المفعول ديالها مضروب في 25 من حيث التركيز ديال الاشياء. فهذه اكثر من ذلك، ان ممكن هاد السيدة ملي تاكل الحلبة نابتة ممكن ما تديرش لها هاد الحدث. ثم الاشخاص اللي كيشتكيوا من الرائحة ديال الحلبة ملي كنستنبتوها، لما تستنبت ما كتعطيش رائحة. فمن الاحسن ممكن عمل عقة ديال الكبيرة ديال الحلبة، يرطبوها بالماء لمدة ليلة كاملة، ثم يقطروا هذاك الماء ويحطوها فوق قطن ولا حاجة هكا تتنبت، يسدوا عليها ولا زيف، واحد الطرف ديال التوب ابيض ولا كاغيط ابيض نقي ولا حاجة، ويخلي يسدوا عليها ويخليوها تنبت. غير هي ما خصهاش تجف، تبقى لينة. علاش كنقولوا سدوا؟ باش داك البخار ديال الماء ما يخرجش تبقى رطبة. يديروها في قنينة ولا كاين اواني ديال الزجاج كتسد باحكام، عندها واحد ديال الكاوتشو، واحد الجوان ديال الكاوتشو كتسد باحكام، عندها واحد السلك كتسد باحكام، هذيك ممكن يعملوها. دكتور، يعني كنسمعوا دائما وانت لا تحب سامعت واشيع، ولكن هذه الحلبه دائما كنسمعوها احنا هي فاتحه للشهيه، يعني ماذا تعمل او تفعل في الجهاز الهضمي باش كتولي فاتحه للشهيه؟ انا فعلا تناولتها وحسيت بالجوع. أنا أكيد لان انا قلت لك هي تتحكم في الانزيمات وفي الهرمونات. هذا التحكم في الانزيمات كيخلي الخلايا ديال المعده وديال القولون على الخصوص، حتى الامعاء الدقيق على مستوى المعي الدقيق، على الخصوص كتعمل كذلك على مستوى الامعاء. لماذا؟ لان المعي الدقيق هو كيعمل اكثر من المعي الغليظ. المعي الدقيق كيكمل الهضم ديال المعده، المعي الغليظ كيوصل ليه داك الشيء مهضوم، كيدير الامتصاص، ياخذ داكشي اللي باقي في المسائل اللي وصلت ليه. والمعي الدقيق كاين اشياء اللي كتخاد مباشره من المعي الدقيق تمر الى الدم، وكاين اشياء تتمشي للمعي الغليظ عاد كيمتص. ولذلك التسمم، لما الاشخاص دابا اللي كيوقع لهم تقيؤ، يعني ملي كتوصل ديك التوكسين للامعاء عاد الشخص كيتقيؤ. اما كتبقى محبوسه الهضم ما كيتهضمش مزيان، كيرد هذاك الشيء اللي كاين في المعده، اما خصوص التسمم ديال التوكسينات الستافيلوكوكيس مع، يعني هادو ملي كيوصلوا للامعاء ديك التوكسين، لانهم اونتيرو توكسيك، هما اللي تنسميهم اونتيرو باللاتينيه، هي المسران. يعني اونتيرو توكسيك هذيك لا توكسين كتوصل للامعاء عاد تضرب هذيك الخلايا كيوليو فراجيلي. ولذلك نحن كنمنع اللحوم على الناس اللي عندهم تسمم غذائي، ممنوع اللحوم. علاش؟ لان اللحوم كتهضم في المعده وكتكمل في المعي الدقيق كالباين كاتيبسين. ولذلك الناس اللي عندهم تسمم خصهم يشربوا الماء وياخذوا فواكه فقط، ما خصهمش ياخذوا الاشياء اللي كتهضم بالبيبسين. هنا نعم هي ماشي فاتحه للشهيه، هي تزيد في الامتصاص، هي ماشي هي اللي كتغلب، هي ما فيها لا بروتينات لا والو، يعني كتخليك تاكل. ولذلك كندقوا حنا في العلوم، يعني بحث علمي، لما تزيد في الامتصاص كتحفز هذوك الخلايا ديال القولون وديال المعي الدقيق، كيكون امتصاص ذاك المردوديه ديال الامتصاص كتكون 0.4 كتطلع 0.8. يعني كتولي داكشي اللي كلت منه كتستافد منه، كيتزاد الوزن ديال الجسم. علاش؟ لان الامتصاص تزاد فقط، هي كميه قضيه كميه وقضيه امتصاص، ميكانيزم ديال الامتصاص كيتنشط على مستوى الامعاء. اما كتغلظ ولا كترقق هذا كيبقى قيد ما ياكله الشخص. ولكن بالعكس من الاحسن، الناس كيقول لك انا ما ناخذهاش تغلظني، هذا خطا، هذا اكبر خطا. من الاحسن ياخذ الحلبه ويقلل الماكله، ولا ما ياخذش الحلبه ويبقى ياكل 4 كيلوغرامات وهو يلا كيستافد 200 غرام. حتى الضياع الان، يعني الارض ما غاداش تقد البشر طبعا الا بقى كياكل وما كيستافدش، لان عوض ما ناكلوا نص كيلو كناكلوا 4 كيلو. هنا كاين مشكل. علاش؟ لان هذا المرض ديال الجهاز الهضمي كيخلي الدول كلها تضيع واحد الكميه هائله ديال الاكل، وغادي تضيع النقود ديالها والاموال ديالها كيمشيو.
المغاربة من قبل كانوا تأكلوا كمية كبيرة ولكن أكل واحد. فعلا. كانوا تأكلوا الخبز بكثرة والصيكوك بكثرة ولكن أكل واحد. كانوا تأكلوا أكل واحد ماشي خمسة. دابا الآن الناس ولاو كياكلوا بكثرة ولكن خمسة خصوص اللحوم لحوم الحليب الآن يعني ها المشكل فين وقع. وكانوا كيخدموا كان تأكل كان تخدم الكمية ديال العمل اللي كانت تضرب 8 9 9 في النهار بطرف ديال الخبز ولا حتى خبزة كانوا حتى جوجات. يعني ملي كنجيو نشوفوا الطاقة اللي استعمل الجسم باش يخدم 9 سوايع ماشي هي الطاقة اللي الكمية ديال الأكل اللي ياخذ الجسم الآن باش يخدم ساعتين ونص. فهنا خاص الناس يفهموا بأننا نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما نأكل. فإذا كنا احنا رشدنا الاستهلاك ديالنا شوف الصين مثلا مليار و800 مليون دابا راه ماصل الجوج مليار مليار و800 مليون ما عندهمش مجاعة. علاش؟ لأن الكمية ديال الأكل ديال مليار و800 مليون هي أقل من الكمية اللي تتاكلها أوروبا وأمريكا. نعم فهنا نعم لأن 180% الآن ديال الأغذية المنتوجة على الكرة الأرضية كتستهلكها 20% من السكان. عجيب. هذا هو الخطأ. يعني فالترشيد والتوزيع هو اللي خطأ. وزيد على هذه ضياع أن الجسم محتاج 200 غرام والشخص كياكل 400 غرام. فعلا. أنا أعطيت مثال بسيط. أما الشخص الآن كياكل 4 كيلو في النهار. كاين ناس كياكلوا 6 كيلو في النهار اليوم في المغرب. كاين ناس كياكلوا 6 كيلو والجسم ديالو محتاج 250 غرام. كيشوف الضياع اللي غادي يضيعوا. يعني ضياع كبير ضياع كبير. كيعطيك اكثر من الطاقه والجسم ما كيمتصش حتى الدهنيات. الان الناس ولاو كيرميوها الدهنيات ما كيبقاش فهنا خص الناس يعرفوا بان هاد القاعده ان الجسم يعيش على ما يمتص. هاد الحبوب اللي تكلمنا عليها حبوب الكتان والسمسم والحلبه على راسهم. الحلبه هي العنصر الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الارض يزيد في الامتصاص. اصحاب الانيميا وهشاشه العظام خص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. الناس اللي عندهم وزن ناقص خص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. اكل يومي. نعم الاكل اليومي ديالهم تكون على اي شكل ماشي مشكلة. هذا هو اللي خاص الناس يعرفوه. اذا الا سمحتي دكتور غادي نحرر واحد المكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ام حفصه من الدار البيضاء. ام حفصه. حفصه اهلا بك ام حفصه من مدينه الدار البيضاء. تفضلي. بغيت نسولك الدكتور على الفوائد ديال الحلبه اولا. تفضلي. واش ممكن نعطيو هاد الدراري اللي قد من عام؟ نعم. يعني واش ممكن ندخلهم في الاكل وشي طريقه اذا كانت باش نتخلصوا شويه من ديك الرائحه ديالها حيت معروف انها كتكون عندها رائحه رغم الفوائد ديالها الانسان كيتهرب منها. ايوا هي صاحبه الرائحه. نعم. اذا شكرا لك ام حفصه. شكرا. نعم. جزاك الله خيرا. علي معلومه اخرى. هذه الرائحه ما كت يعني قالت لك باش نتخلصوا. لا ما كتبقاش مده طويله عند الناس اللي كيتحركوا. نعم. علاش؟ لان الناس اللي كيتحركوا كاين تعرق وكاين خروج الماء يعني هذا وكيستهلكوا ماء بكثره. الناس اللي كيتحركوا كيستهلكوا ماء اكثر من الناس اللي جالسين. والله يعني ما شاء الله. الاشخاص اللي كيتناولوا 3 لتر فما فوق في اليوم من الماء يكون ماء نظيف وجيد ونقي يكون احسن مفلتر. الناس اللي كيتناولوا 3 لترات في الماء من الماء يوميا فما فوق اللي بغى ياخذ حتى 4 ياخذهم هادو اشخاص لا يصابون بامراض. الجسم ديالهم ما كيتسماوش خصوص سرطان. هذا نحن نلاحظ ان هاد السيدات كتسول على الروائح ديال الجسم. الماء يزيل روائح الجسم. اذا كانوا الناس كيشربوا 3 لترات في اليوم ديال الماء الجسم ما كيبقاش عنده رائحه. من المستحيل. علاش؟ لان الرائحه تكون من التراكمات. وكاين بعض الغدد خصوص الابط ديال الناس كيخرج واحد العرق كيشوف بعض المرات كيخرج اشياء صلبه صفراء. هذه اشياء خاص الجسم يخرجها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع نتف الابط. لماذا؟ لان هذاك الشعر ديال الابط لما بقى تيجمع هذاك الافرازات كيجمع الافرازات لا كيجمع الافرازات وكتولي رائحه. نعم. هذا كتصبغ في الثياب وكتولي رائحه وكتولي واحد التحرج لان المسلم خاص الرائحه ديالو تكون طيبه. كيكون الشخص في اجتماع ولا مع الناس ولا حاجه ولا في المسجد ولا اي شيء وكتشم الرائحه ديالو. المسلم خاص يكون الجسم ديالو ما شاء الله خاص يكون نعم خاص يكون يظهر عليه هذا الاسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع نتف الابط. قليل من الناس من يزول هذاك الشعر ولا نفع. الان ولا عندنا الات بسيطه تخدم بالضوء سهله ممكن الناس ينتفوا ماشي ينتفوا ممكن يزولوا هذاك يوميا الناس كيحلقوا وجههم وما كينتفوش هذاك الابط. وكاين اللي كيتاداو من هذيك الرائحه. كاين الناس الشخص المسلم ما خصوش يأذي سميتو خص هذاك الافرازات اللي كتخرج الناس اللي كيستهلكوا الحلبه. يلاحظوا على ان هذيك الافرازات كتكون صفراء اللي عند الابط وهذيك هي
هي ديك لا شوميني، هي داك المبخره ديال الجسم اللي كتخرج هذا. كاين وراء العنق واحد لي دو شوميني، كاين وراء العنق شي غدد كيخرجوا بعض المرات افرازات زيتيه، وكاين تحت الابط، وكاين على الجسم كله، لان هذا الجلد كيخرج اكثر الافرازات كتخرج في الصدر يعني في الوجه طبعا، لان الوجه هو اللي كيتعرض للحراره، ولا لي غلوند سي دو ريبار عند الانسان كاينين في المقدمه ديال الراس. وكاين جوج الحيوانات مخلقش لهم الله سبحانه وتعالى هاد لي غلوند، هما الكلب شرف الله قدر السامعين والدجاج. الكلب والدجاج ما عندهمش هاد الغدد يعني التعرقيه، ولذلك فالكلب باش يبخر الماء كيحل فمه وكيلهث، ان تحمل عليه تلهث او يتركه يلهث. فهذا يعني حتى القران كيتكلم على هذا اللهث ديال الكلب. ثم الدجاج كنشوفوا انه كيحل فمه ملي كيبغي يبخر الماء، علاش؟ لان ما عندوش لي غلونس ديال البار، خلايا ديال التعرق ما عندوش. فهذه الرائحه ديال الحلبه نعم تخرج. الناس اللي كيشربوا ماء بكثره واللي كيتحركوا، والناس اللي ما كيخليوش هذيك التجمع ديال هذوك الافرازات، هذو تاع اشياء، هذه هي اشياء داخله في في في, 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 في المسائل ديال 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 النظام ديال العيش الجيد ديال الانسان اللي كنسموه بيانيتر. فمن الاحسن هاد يعني، ولا هاد السيده هذه كتقول يعني الكميه اللي كياكلوها مع الاكل ديال ملعقه صغيره شي لا تعطي رائحه. الناس اللي كيتحركوا اللي كيشربوا ماء بكثره ما كتكونش عندهم رائحه، كتكون رائحه عند الرجال اكثر من النساء. علاش؟ لان التعرق والجسم ديال الانسان كيكون نشيط اكثر عند الانسان من عند المراه. المراه الجسم ديالها فيه شحوم اكثر من اللحوم، ما كتخرجش بزاف. يعني الله سبحانه وتعالى خلق جسمها مخص، يعني المراه خلقها لجماليه، يعني خاص الجسم ديالها يكون ناعم، ما يكونش عندها روائح، يكون عندها اشياء. فالانسان عنده ريحه، كنشوفوا ان الرجل عنده ريحه العرق اكثر من المراه، يعني اكثر طبعا اكثر، لانه كاين اللي الرائحه ديالو كتعطي على واحد المسافه. هاد الاشخاص هادو اللي عندهم هاد الحاله هذه كثروا من شرب الماء. والاستحمام ليس بالضروره يكون بالصابون، هذه اللي خاص الناس يفهموا. الاستحمام كيكون بالماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحم بالماء فقط، ماء دافئ كي هذا. فهذه الاشياء هذه الناس دابا ولاو كثرت الصابون والانواع وكثرت الروائح هذوك المعطرات وكثرت الاشياء، ومع ذلك كنشوفوا عليين الحمد لله ان المجتمع الاسلامي ليس هناك روائح كارهه، ولكن ملي كنمشيو للغرب ان كاين عندهم رائحه تخرج من الفم، وعندهم رائحه تخرج من الاجسام ديالهم. نعم اكيد ان اللحوم ماشي حلال. بعض المرات كنفضلوا احنا ملي كنا كنقراو في الجامعه كنا كنفضلوا نجلسوا حدا خنزير وما نجلسوش حدا بعض الاشخاص، يعني كان لا 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 الشخص لا يطاق. كنلقاو هذوك المغاربه فاش كنا في ليكول دكتورال، كنا حنا شي 28 واحد، وكتلقى هذوك المغاربه والجزائريين داكشي ديما شادين واحد الصف، ديما بعدين من ذوك من هذوك الاخرين. علاش؟ لان هذه الروائح هي روائح طبيعيه، بالعكس هي حديث طبيعي كيوقع الانسان. الانسان خصو يعرف يتعامل معه. الاستحمام بالماء وشرب الماء بكثره في اليوم، وثم الشخص من كيتحرك كاين اشياء هذه، وكما قلت نتف هذاك الابط باش ما يتجمعوش هذيك الاشياء. وكيلاحظوا الناس ديال الحلبه راه كتصبغ هذيك بالاصفر في الثياب ديالهم ديال الابط، كيتصبغ. علاش؟ لان هذاك المكون اللي كيخرج هو مكون زيتي، وما كنمشيش حتى ولو بماء جافيل. بعض المرات النساء كيلقاو صعوبه باش يزولوا هذيك هذا. فعلاش علاش هنا؟ لان هاد الاشخاص ما مزولينش هذيك الابط ديالهم، وكيجمع هذوك الافرازات فقط. اما ممكن هاد الاشياء ما تكونش. نعم، ذكرت ام حفصه من الدار البيضاء ان واش يمكننا نعطيوها للاطفال اقل من عام؟ من الاحسن لا، ولكن في حدود. حبيبات للطفل ما كانش مشكل، ممكن ياخذهم. ما عنده ما هي ما فيهاش يعني، ليست هي ليست مضره، ليس فيها هناك اي شيء جانبي يعني ولا اشياء غير من اللي كتكثر. لا علاش؟ لان هي احنا كنقولوا الحلبه حبوب ديال جسم بجسم قوي، يعني كبد جيد وقوي واشياء هذه. وعليهم حتى المصابين بالتهاب الكبد بي سي ما يكثروش من الحلبه، لانها تزيد في امتصاص الحديد. هما التهاب الكبد بي سي ما خصهمش حديد، حتى الطحين المدعم بالحديد ما خصهمش ياكلوه، او اللحوم ممنوعه عليهم لانها فيها مصدر الحديد. يعني فهنا كيكون العكس، لان غريب، لان ملي كيديروا لي ترانزاميناس كيديروا الفيريتين. علاش؟ لان الكبد هو المصدر ديال الحديد، هو العضو اللي فيه حديد في الجسم.
هذاك الحديد الكبد كيكون هش لانه التهاب الكبد بالسحر الفيروسي، لان يعني عليا الكبد هو المصفات ديال الجسم. فملي كيكون حديد بكثره كيخلي هذيك الاكسيداسيون، يعني الحديد مؤكسد قوي كيخلي هذاك الكبد كيزيد المشكل ديالو. ربما عليا ربما كثره الحديد هي اللي كتسبب سرطان الكبد الناس اللي عندهم بي او سي. هنا اللي خاصها تفهم. دكتور انا في سؤالي الاول كنت قلت يعني هل فعلا الحلبة تستحق منا كل هذا الاهتمام؟ لماذا قلت ذلك؟ لأن يعني القول الذي قيل فيها لو علم الناس بما فيها من فوائد لاشتروا بوزنها ذهبا. يعني لماذا قورنت؟ نعم أنا كنت عجيب علي أنا في الثمانينيات التسعينيات الآن مرة ولكن أنا كان أعملها في جيبي. الحلبة كتكون عندي في السيارة ولا في جيبي مرة كنمضغ حبات ديال الحلبة ولا شيء. علاش؟ لأن هي كما قلت هي محفز للأنزيمات والهرمونات والجسم. الجسم يعيش على الأنزيمات والهرمونات. لماذا قورنت بالذهب؟ كانت هو صحيح اللي عندي في البحث ديالي أنا صحيح أنها كانت توزن بالذهب وزنا بوزن. نعم كانت توزن بالذهب وزنا بوزن. أنا عندي بحث، عندي يعني بحث تاريخي ايتيولوجي تاريخي على هذه القضيه ديال الاستعمال، لان الانسان كان يتبادل بكل السلع من قبل. ومن جمله يعني وكانت السلع هذه النادره والصناعه يعني السلع يعني الباهظه في التعامل هي كان هذه الحلبه. علاش؟ لان الانسان البدائي كان اذكى وكان اقرب للطبيعه من الانسان الان. فالانسان ما كان عنده هذيك الساعه لا طبيب ولا مستشفيات ولا حتى شي حاجه، كان يعيش في الطبيعه.